بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد موسى عمران، ممثل وزير الكهرباء. دكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة المتجددة. أستاذ دكتور محمد بيومي، مدير برنامج الطاقة والبيئة ومساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. السادة أعضاء مجلس النواب، أعضاء لجنة الطاقة والبيئة، السادة أعضاء اللجنة الاستشارية، السادة والسيدات ممثلي الوزارات المختلفة، التجارة والصناعة، الكهرباء والطاقة الجديدة المتجددة والإسكان والاستثمار والسياحة والبيئة، السيدات والسادة الحضور الكرام من الشركات ومقدمي الخدمات العاملين في هذا المجال. بداية أود أن أرحب بحضراتكم في مؤتمر إطلاق فعاليات بدء مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة EGPV وورشة العمل الافتتاحية، والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي يمثل مشروعا رائدا في ضوء التحديات التي يواجهها مصر في قطاعات الطاقة. وتواجه الدولة نحو نشر نظم الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بشكل عام، والذي يستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي الطاقات والقدرات المركبة في عام 2022 وفقاً لاستراتيجية الطاقة المتجددة في مصر. يهدف المشروع إلى دعم انتشار استخدام الخلايا الفوتوفولتية الصغيرة، خاصة محطات التوليد اللامركزية التي يتم تركيبها فوق أسطح المباني السكنية والمباني العامة والمصانع المتوسطة والصغيرة والمنشآت السياحية، وإنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية في هذا المجال، والتركيز على زيادة نسبة مكون التصنيع المحلي، وهي من أوائل اهتمامات وزارة التجارة والصناعة، وكان ليها جزء كبير قوي في استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت في شهر نوفمبر 2016 واللي أعلنها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق خبير، تأهيل الكوادر الفنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في هذا المجال.